ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. ان شاء الله ان اعترفتوا مني المربى. انا ان شاء الله النهارده اعمل لكم مربى الفراوله بكل تفاصيلها. دلوقتي هوريها لكم، هوريكم قوامها ولونها عامله ازاي. تحفه جدا، احسن من اللي بجيبها من بره، ونفس القوام، وعلى الاقل ضامنينها وضامنين مكوناتها، ما فيهاش مواد حافظه عشان خاطر ولادنا. دلوقتي بقى يلا بينا نفتحها ونشوف شكلها ايه. قبل ما نفتحها ما تنسوش لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده تعملوا لايك وشير الفيديو سبسكرايب للقناه، ويلا نفتحها مع بعضين. شو بقى انا عايزه اوريها قوامها عامل ازاي. شايفين الاول لونها؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفة. بصوا بقى قوامها، شايفين؟ شايفين بقى قوامها عامل ازاي؟ تحفة جدا. بصوا بقى لو احنا جينا كده عملنا بيها ساندوتش كده ولا حاجة، شايفين؟ انا طبعا قصدي ان انا اعمل فيها قطع، وقلت كمان اللي مش عايز يعمل فيها قطع يعمل فيها ايه. هتشوفوا كل حاجة في الفيديو وان شاء الله. بصوا بقى لونها عامل ازاي، شايفين؟ والله بجد احلى من بتاعت بره بكتير جدا. طعمها تحفه وخرافه، وكمان قوامها، وكمان ضامنين الفراوله اللي انتوا حاطينها صلاحيتها عامله ازاي ونظافتها، وانتوا منظفين كل حاجه بايديكم. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير زي ما قلت لكم، ويلا نبتدي الفيديو مع بعض. دلوقتي اول حاجه معايا نص كيلو من الفراوله متقطعه قطع. دي عشان كبيره انا قطعتها، لو انتوا عايزينها تبقى سليمه وما تقطعوهاش يبقى هاتوا الفراوله الصغيره زي ما انا بوريكم كده، تمام. اهم حاجه نقطعوها، لو انتوا عايزينها قطع هنقطعوها، وبعدين هوريكم في قلب الفيديو هنعمل ايه لو احنا عايزينها كريمي زي ما احنا بنجيبها من بره، تمام. بعد ما قطعت كده الفراوله معايا حوالي ربع كيلو من السكر على نص كيلو فراوله، ربع كيلو من السكر لو احنا هنحتفظ بيها لمده طويله، يبقى السكر قد كميه الفاكهه، يعني لو كيلو فراوله هنحط عليه كيلو من السكر لو احنا هنحتفظ بيها لمده طويله. دلوقتي انا هنا حاطه معايا نص كيلو من الفراوله عليه ربع كيلو من السكر، تمام. هنقلب الكلام ده كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يختلط كله مع بعض، ونقلب السكر لكل قطعه من الفراوله تكون متغلفه بالسكر. بعد كده هنغطي الفراوله او نغطي البوله بتاعه الفراوله اللي عندي. هنعمل ايه بقى؟ هنحتفظ بيها في الثلاجه لمده ليله، يعني انا عاملاها مثلا بالليل واسيبها لحد الصبح هقوم احطها على النار. دلوقتي هدخلها الثلاجه لمده ليله، ولما تطلع هقول لكم ليه، لما يعني اطلعها من الثلاجه هوريكم ليه. دلوقتي هندخلها الثلاجه ونشوفها مع بعض بعد ما تطلع من الثلاجه. دلوقتي بقى الفراوله بعد ما طلعت من الثلاجه بدت ليله، شايفين بقى الميه اللي نزلت دي كلها من الفراوله؟ الميه دي كلها دي اللي بتاثر عمر الفراوله وبتاثر عمر المربى، تمام. فهي لو طلعت هتتبخر فين؟ في السوى. لكن احنا لو حطيناه ومش هتاخد وقت معانا خالص يا جماعه، بتقعد حوالي نص ساعه على النار. لكن لو احنا ما حطيناش الفراوله دي كده على النار ممكن تقعد معانا حوالي 3 4 ساعات، لو احنا ما حطيناهاش ليله في الثلاجه ممكن تقعد معانا عشان تنزل الميه دي وتطلع ميتها كلها، ممكن تقعد حوالي معايا فتره طويله جدا، ساعتين او ساعتين ونص على النار. دلوقتي بقى معايا حلة على النار، لازم تكون الحلة طبعا مغسولة كويس ونظيفة جدا، وبعدين هحط فيها كل كمية الفراولة والسكر اللي عندي، تمام. هسيبها بقى تغلي شوية كده على النار، وأول ما تغلي هتبدأ كده ان هي تطلع ريم كده، او الرغاوي دي او الحاجات دي كلها. شايفين الرغاوي البيضة اللي انا بشاور لكم عليها دي؟ دي يا جماعة لو احنا ما شلناهاش بتأثر عمر الفراولة، عمر المربى، فاهمين ازاي؟ المربى ما تعيش فترة معانا طويلة، تبوظ على طول. فاحنا لازم نشيل كل الريم ده او الرغاوي اللي طلعت دي كلها، او اللي هي بتبقى يعني رغاوي كده من الفراوله او من السكر، بتبقى شوائب يعني. فاحنا المفروض نشيلها عشان ما تاثرش عمر المربى معانا، يعني لو المربى هتقعد شهر لا ممكن هتقعد اربع ايام لو احنا مش شلناش الريم ده او الحاجات دي كلها. لازم كل ما يظهر على سطح المربى او سطح الفراوله لازم نشيله على طول، لازم نشيله ونشيل كل الكميه وما نخليش ولا اي ريم او اي رغاوي من دي خالص على السطح، تمام. شايفين انا بشيلها كلها، واول ما تظهر بشيلها تاني. دلوقتي بقى بعد ما شلت الريم او بعد ما المربى غلت كويس جدا، هنزل بنص نص ليمونه، نص كيلو فراوله عليه نص ليمونه، كيلو الفراوله عليه ليمونه، 2 كيلو عليهم ليمونتين، تمام. وهبدا ان انا اقلب الخليط ده كويس كده مع بعضه جدا، واسيبه لحد ما تبدا تغلي. وانا هوريكم، شايفين انا دلوقتي بوريكم قوام
المربى عامل ازاي او قوام الصوص ده اللي فيها، شايفينه ميه ازاي. كل ما تقعد تغلي على النار كل ما الخليط ده هيبدا ان هو يبقى سميك شويه. شايفين دلوقتي، بصوا انا بوريك القوام، شايفين المربى؟ بصوا يا جماعه بقى، قطع الفراوله خلاص استوت. هنعمل ايه بقى؟ هندوس عليها بالمعلقه كده، هتلاقيها بتتهرى معانا او بتستوى معانا. ممكن في ناس تدوس عليها بقى بالشوكه لو انت الناس، بس مش دلوقتي في المرحله دي، في المرحله اللي جايه لسه برضو هسيبها تغلي تاني. انا بس بوريكم شايفين ان الصوص بتاعها او الميه بتاعتها بدات تقصر خالص، وبدات كمان تبقى تخينه شويه. بصوا هنا كمان المرحله دي بقى خلاص الصوص بتاعها تقل خالص. شايفين ازاي بقى؟ كانه صوص زي اللي بنحطه على التشيز كيك بالظبط. شايفين قطع الفراولة بقى؟ بصوا بقى، اللي عايز قطع الفراولة تكون سميكة كده أو كبيرة يسيبها زي ما هي كده خلاص، اللي عايزها تكون القطع صغيرة شوية زي ما أنا هعمل دلوقتي. عارفين ده اللي احنا بنهرس بيه البطاطس، هنفضل كده نتكع. عندك بقى هاند بلندر، عندك خلاط، دي حاجة ترجع لك انت لو انت عندك هاند بلندر، بس ده أسهل كتير وموجود في كل بيت على ما أعتقد. وهدوس كده، أنا مرضيش أعمل لكم بالهاند بلندر ولا حاجة عشان محدش يقول لو مش عندي، فهرسة البطاطس أكيد عندنا في كل بيت. هفضل إن أنا أهرس كده شوية لحد ما تدوب معايا وأوصل لقطع الفراولة اللي أنا عايزاها. لو انتوا عايزينها بقى تبقى كريمي خالص، هنحطها هنضربها بالهاند بلندر او نحطها في الخلاط لحد ما تبقى كريمي والقوام اللي احنا بنحبه، اللي هي بتبقى فيه مربى كريمي بره في بتتباع في السوبر ماركت، هي دي هنمسكها نضربها في الخلاط لحد ما تبقى كريمي خالص. وبعدين في مرحله بقى تانية، هنعمل ايه؟ معلقه صغيره من الجيلاتين. انا مقربه لكم صوره الجيلاتين عشان في ناس سالتني عليه. الجيلاتين بيبقى جماعه بيبقى بودره كده زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين عامل ازاي؟ جيلاتين بودر، معلقه صغيره ونص معلقه كمان، وادوبهم كويس في ميه دافيه وادوبهم كويس. الجيلاتين بقى بيعمل ايه؟ الجيلاتين بيحافظ بيدي المربى القوام اللي احنا بنشوفه بنجيبه من بره، اللي هو بتبقى كانها متماسكه. لو عايزين تستغنوا عن الجيلاتين استغنوا براحتكم، لكن هو بجد بيديها قوام حلو وكمان مش بيأثر، دي معلقه صغيره جدا. دلوقتي المربى بتاعتي على النار، همسك الجيلاتين اصفيه بمصفه، هقلبه كويس الاول مع في الميه بتاعته، وبعدين هصفيه كده هعديه من مصفى عشان ما يكونش فيه تكتلات. وبعدين هبدا ان انا اقلب المربى كويس جدا كده لحد ما الجيلاتين يدوب خالص، وبعدين هسيبها تغلي غلوتين لحد ما تدوب خالص، وحد اتاكد ان الجيلاتين اختلط بكل كميه المربى اللي عندي. شايفين لازم نخليه، شايفين ابوريكم القطع ازاي، شايفين يعني قطع كده سميكه وحلوه جدا زي اللي بنجيبها من بره اللي احنا عارفينها المتعارف عليها. لكن الكريمي قلت لكم هتعملوا فيه ايه؟ هتمسكوا كل الكلام ده تضربوه في الخلاط وبعد كده ترجعوه وتحطوا عليه كميه الجيلاتين. تمام، شايفين انا دلوقتي هسيبها تغلي وبعدين بقى هنعمل ايه. هي كده بعد ما غلت معايا وخلاص خلصت، يعني كده خلاص انا الفراوله المربى خلصت عندي او جهزت. هجيب بقى برطمان معقم، اكيد باكد على المعلومه تاني، برطمان معقم. ازاي اعقمه؟ ان انا بفتح الفرن اسخنه على الاخر وبعدين بطفيه وادخل فيه البرطمان والغطا بتاعه وبعدين اطلعه من غير ما امسكه من جوه، ما احطش ايديا فيه من جوه خالص. تمام، وبعدين بقى هنزل المربى سخنه لسه نازله من على النار واحطها في البرطمان. تمام، البرطمان معقم والمربى سخنه علشان تفضل معايا اطول فتره ممكنه عندي في التلاجة. شايفين دلوقتي؟ وبعدين بقى هعمل ايه؟ هقفل البرطمان والمربى سخنة. عارفين قفل البرطمان والمربى سخنة ده بيعمل ايه؟ بيدينا تكة الامان واحنا بنفتحه. مش احنا لما نجيب برطمان من اي برطمان من بره بيدينا تكة الامان اللي هي اللي بتعمل، لازم تسمعي التكة دي. التكة دي مع هو ده اللي بيعمله لما نحط الحاجة سخنة في البرطمان ونقفله، هو ده اللي بيدي تكة الامان، كأنه ضغط الهواء جوه ومفيش هواء بيدخل تاني، فبيفضل سليما المربى لفترة لأطول فترة ممكنة. انا بوريكم دلوقتي قوام المربى بعد ما بردت او هدت شويه. انا حطيت شويه كده علشان اوريكم قوامهم ولونهم كمان. شايفين لون المربى من غير الوان صناعيه، من غير مواد حافظه، من غير اي حاجه، سكر وليمون والفاكهه اللي انت عايزاها. طريقه المربى دي بتتعمل بالفاكهه اللي انت عايزاها، اي فاكهه هتعمليها بنفس الطريقه. شايفين بقى، شايفين قوامها ولونها تحفه ازاي وجميله جدا جدا، هتعجبكم ان شاء الله، هتجربوها وتقولي رايكم وان شاء الله هتعجبكم.
شايفين؟ شايفين بقى كومة عاملة ازاي تحفة جدا. بصوا بقى لو احنا جينا كده عملنا فيها ساندوتش كده ولا حاجة، شايفين؟ انا طبعا قصدي ان انا اعمل فيها قطع، وقلت كمان اللي مش عايز يعمل فيها قطع يعمل فيها ايه، هتشوفوا كل حاجة في الفيديو وان شاء الله. بصوا بقى لونها عاملة ازاي، شايفين؟ والله بجد احلى من بتاعت بره بكتير جدا، طعمها تحفة وخرافة، وكمان قوامها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير زي ما قلت لكم.